حضورنا اليوم في الرباط كان تلبية لنداء التنسيقي الوطني لأسد الزنزانة سعود اللي فيه 4 أيام متتالية كنجسدوا فيها السخط ديالنا وعدم الرضا من الوضعية التي نعيشها نحن كأساتذة الزنزانة سعود. واليوم عندنا مسيرة نحو السفارة الألمانية لكي باش نعرفوا بالملف ديالنا العالمية، واختارنا بالضبط السفارة ديال ألمانيا لأنها أقرب سفارة للموقع ديال التواجد ديالنا اللي هو البرلمان. كون كان شي سفارة أخرى أقرب لنا كون مشينا لها، هذا ما كيعنيش أننا لسنا مواطنين أو ما عندناش حب الوطن. نحن نغير على وطنيتنا أكثر من غيرنا. أساتذة ديال زنزانة سعود يعيشون معاناة ومعاناة لا توصف. الظلم اللي كان تعرضوا له ظلم مجحف، والكل يعترف بذلك بداية من رئيس الحكومة إلى أصغر موظف في الحكومة والوزارة كذلك. إذن المطلب ديالنا كان مطلب واضح ومطلب شرعي، هو ترقية استثنائية إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط وبأثر إداري ومالي منذ موسم 2012-2013. وعلاش بالضبط اختارنا هذا الموسم؟ ماشي غير اعتباطيا، ولكن اختارناه لأن هذه السنة هي التي تم توقيف توظيف بهذا السلم في منظومة وزارة التربية الوطنية. لذلك نحن كأساتذة نطالب بترقيتنا إلى السلم العاشر منذ ذلك العهد. وراه الوزير الوفا أكد في قبة البرلمان يعني أمام الملا أن هذا السلم غادي ينقرض في غضون سنة 2014، وها نحن في 2019 يعني شحال من سنة هذه ولا زلنا في مكاننا، لم نبرح المكان. بالعكس الأجرة ديالنا راه غادا وكتنقص بالسياسات ديال الدولة التقشفية ديال الإصلاح أو تخريب نظام التقاعد. بالله عليكم كيف لأستاذ أن يعمل في قسمين أو في هذه الأجواء ديال الردة في الحقوق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.